Fatwa-fatwa ulama ahlu sunnah wal jamaah. في أسئلة مطولة اختصارها ما هي أصول الدعوة السلفية وهل وما هي علاقتها بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهل الجماعات الموجودة في الساحة من التبليغ والإخوان من ثمرات دعوة محمد بن عبد الوهاب؟ الدعوة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اقتدى به من المصلحين، دعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل وإلى التوبة من الذنوب والمعاصي، هذه الدعوة الصحيحة، وما عداها من الدعوات التي لا تهتم بالتوحيد ولا تهتم بالعقيدة هذه دعوات غير صحيحة، هذه دعوات لها أهداف ومقاصد، لأن لو كان هدفها وجه الله لبدأت بالعقيدة كما فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام، أول ما يبدأون أممهم بالدعوة إلى العقيدة وتصحيح العقيدة، هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم، ومن خالفه فإنه لا يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى ما يريد هو. نعم.